سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة إلى المحافظين والمواطنين في نطاق كل محافظة يوجد بها استيلاء على أراضي الدولة، وقال ما نبقاش رجالة وعندنا مروءة لما نسمح إن حد يمد إيده على أرض بلدنا ونسيبها له. تعالوا نسمع جزء من كلمة سيادة الرئيس. بالمناسبة في أراضي كانت ناس حاطة ايديها عليها بتقول انها هتاخد حقها مني انا. مفيش في الدولة حد فوق القانون وفوق الحق. هقولها تاني. في ناس فاكرة ان هي فوق القانون وفوق الحقوق. انا بقول لهم مفيش حد فوق القانون وفوق الحق خالص. اللي فوق القانون هو القانون، واللي فوق الحق هو الحق. انما حد يتصور يقول لك لا لا، ولو سمحتم انا قلت اخر الشهر ده عشان اكد للمصريين ان هم قادرين على ان هم مش يستعيدوا الارض بتاعتي ولا بتاعت الحكومة. دي ارض الناس، ارض مصر، ارض المصريين، ارض الابناء اللي قادمين. ما يجيش يقول لك ده خد 5000 فدان وده خد 2000 فدان وده خد 20000 فدان وده خد لا لا، ولا متر ارض. وهقول لكم حاجه للمحافظين وللمواطنين اللي موجودين في كل محافظه، مش عارف التعبير ده هينفع اقوله ولا ما ينفعش. ما يبقاش رجاله وعندنا مروءه لما نسمح ان حد يمد ايده على ارض بلده ويسيبها له. قالي مأمور اسم ولا مدير أمن ولا محافظ ولا مجلس محلي يسمح إن إنه يتسرق اللي بياخد الأرض ده لص مغتصب. اللي بياخد أرض مصر مالوش، حتى لو خد مليون فدان هو لص ومغتصب وحرامي. هو حرامي ايا مكان هو مين، ايا مكان هو مين، هو حرامي بياخد اموال الغلابة. فاكر بنفوذه او باي حاجة تانية؟ طول ما انا عايش على وش الدنيا وفي مكاني ده قسما بالله ما هسيب حد ياخد حاجه، والله ما هسيب حد ياخد حاجه. واللي عايز يتحداني، انا بقول الكلام ده للي بسمع الناس كلها، واللي عايز يتحداني بيتحدى حق من حقوق ربنا في الارض. ليه؟ لان انا ما عنديش مصلحه. انا مش بعمل كده لا بيني وبين حد مشكله ولا طار ولا اي حاجه، أنا بيني وبينك حق ربنا سبحانه وتعالى. للتعقيب على هذا الموضوع معنا على الهاتف أستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة. أستاذ أحمد أهلا وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير على أستاذة زمانة، وصباح الخير أستاذ محمد، وصلنا مصر طيبة بشهر رمضان إن شاء الله. ان شاء الله. بعد توصيات الرئيس السيسي استاذ محمد استاذ احمد بضروره استعاده الاراضي المنهوبه، يعني في البدايه الى اي مدى بيتم التنسيق بين الجهات المختلفه المسؤوله عن هذا الملف، وهل يوجد حصر حتى الان بمساحات الاراضي اللي تم بالفعل استردادها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خليني بس يعني استاذن حضراتكم في قبل ما اتكلم على التنسيق، انه الرئيس امبارح في كلمته كان في عده رسائل واضحه. الرساله الاولى انه الدوله لن تتنازل ولن تسمح لاحد انه يمد ايده على ارض على ارضها. وان الرساله الثانيه انه هناك اراده سياسيه على اعلى مستوى لرئيس الجمهوريه. الرساله الثالثه انه هذا الرئيس قرر ان يدخل هذه الحرب من اجل الدوله، وانه لا هيعمل حساب لاي محاولات لتعطيل ده، وانه لن يسمح بهذا. الرساله الرابعه للمحافظين ولمدير الامن والمسؤول المحليات
انهم لابد ان يتحركوا بسرعه وان يتحركوا بكل حزم وحث. الرساله الخامسه لشباب مصر ان الشباب هيبقوا مشاركين كمان في استرداد حق الدوله واسترداد اراضيها. كل الرسائل دي بتؤكد انه التوجيهات واضحه من الرئاسه ان كل شبر او كل متر ارض هو مسؤوليه المجتمع بالكامل من اول الرئيس لغايه اصغر شاب مصري ممكن يكون قادر ان يتحمل مسؤوليه المعاونه في هذا. ازاي خلينا نترجمه لفكره التنسيق؟ التنسيق الان على اعلى مستوى بين كافه جهات الدوله. لجنه استرداد ارض الدوله برئاسه المهندس ابراهيم محلب تعمل في اطار تقنين من يستحق ومن تتوفر له الشروط، توفر المعلومات الكامله التي حصلت عليها على مدار هذا العام من احصائيات لحصر بعض الاراضي في المحافظات والتعديات وحتى الملفات التي تمت دراستها وتاكدت انها تتوفر لها الشروط. اثنين، قوات انفاذ القانون سواء القوات المسلحه طبعا في المقدمه وقوات الشرطه تعمل ليل نهار في تنفيذ الازالات لكل من ثبت اغتصابه للارض وعدم استغلاله لها وعدم استثماره لها بالشكل المناسب او محاوله التربح منها. رقم ثلاثه، المحليات والمحافظين يعملون في اطارين، الاطار الاول دعم قوات انفاذ القانون بالمعلومات المتوفره في نطاقهم فيما يتعلق بالاراضي المطلوب ازاله التعديات عنها، وفي نفس الوقت تلقي شكاوى بعض المواطنين المتظلمين من هذه الازالات اذا كانت لهم. استاذ احمد، في حال التظلم يعني ايه هي الاجراءات، اجراءات التصالح مع واضع اليد في حال ان هم عايزين يتصالحوا، يعني ازاي بتكون الاجراءات لو نوضح؟ هو طبعا في البدايه اي حد هتروح تديله لاي حاجه هيقول لك ده بناء وانا متظلم منه وكده انتوا عديتوا. في بنفرق ما بين حاجتين، ما بين حد راح عمل بناء هيكلي او بناء وهمي او زرع زراعات هيكليه او وهميه عشان يقول لك ان انا زارع، وده طبعا مش هيعرف يخدع الدوله لان كل لجان الازاله تقريبا بينزل معاها متخصصين في الزراعه بيقولوا الزراعه ديت قديمه ولا لسه مزروعه امبارح ولا مش عارف، فده امر معروف. الامر الثاني انه الخطا البشري وارد، فمن حق اي حد يشعر انه تم يعني تجاوز القانون معه انه بيروح يتقدم بطلب تقنين للمحافظه، واللجنه هنا لجنه استرداد اراضي الدوله قالت انها هتوقف عن تلقي طلبات هذه الفتره حتى انتهاء المهله التي منحها الرئيس علشان تعطي فرصه للمواطنين والمحافظات ان يتلقوا الطلبات هم في محافظاتهم بشكل غير لا مركزي عشان ما نتعبش الناس ويجوا القاهره. بعد هذه المهله كل واحد شايف ان له حق في تقديم التظلم او تقديم طلب التقنين هيقدمه للمحافظه. نواب مجلس النواب بيتعاملوا ايضا مع المحافظات من خلال نقل بعض الشكاوى للمواطنين في دوائرهم اذا كان لهم حق. اي حد بيثبت انه بالفعل حصل تجاوز معه في قوات انفاذ القانون بيتم التعامل معه بسرعه ويتم ايقاف هذا الامر. اثنين، اذا كان له حق التقنين بيقبل منه الطلب ويدرس، وعندما تتوافر له شروط سوف يتم التقنين له مثله مثل اي جاد استزرع واستثمر وانبت. الى حد يعني كبير الاجراءات بالفعل عادله. استاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله، شكرا